وجهت هيئة محلفين فيدرالية في الولايات المتحدة إلى مواطن أمريكي من أصل سوري يدعى محمد أنس هيثم سويد تهمة التجسس على محتجين منوئين للنظام السوري في الولايات المتحدة وتصويرهم وتقديم تلك المواد لأجهزة الاستخبارات السورية بهدف إسكات المعارضة، وذلك بحسب ما جاء في القرار الاتهامي. كما وجهت إلى سويد وهو من سكان ولاية فيرجينيا تهمة التآمر والتصرف كعميل للحكومة السورية في الولايات المتحدة من دون إبلاغ النائب العام الأمريكي كما هو مطلوب قانونا، إضافة إلى تهمتي تقديم بيانات خاطئة على نموذج لشراء أسلحة وتهمتين بتقديم بيانات خاطئة لجهة تطبيق القانون الفيدرالي. من ناحيتها نفت السفارة السورية في واشنطن في بيان هذه الاتهامات وصفة إياها بأنها مثيرة للسخرية، كما نفت كذلك أن تكون الحكومة السورية قد دفعت تكاليف سفر سويد أو أي أموال أخرى له، ورفضت التلميحات بأنه عقد لقاء خاصا مع رئيس سوري بشار الأسد. ولفت البيان إلى أن ما يحصل هو جهد سافر لتشويه سمعة السفارة السورية ويستند إلى أكاذيب وفبركات بحتة، كما تحدت السفارة وزارة العدل الأمريكية لتقديم أي دليل لدعم مزاعمها. وفي حال ثبتت التهمة الموجهة إلى سويد فقد يصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عاما، في وقت أعلن البيت الأبيض أن مثل هذه النشاطات تظهر يأس النظام السوري الذي يحاول بأي ثمن إسكات الذين يحتجون على قمعه الوحشي للمحتجين المسالمين.